بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. وبعد، حياكم الله أخواني وأخواتي المشاهدين والمشاهدات في برنامجكم الأمثال في الحديث النبوي. واليوم معنا حديث رواه الإمام أحمد وغيره ومن طريق سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه وأرضاه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم ومحقرات الذنوب، إياكم ومحقرات الذنوب، فإن مثل محقرات الذنوب كمثل قوم أتوا بطن وادي، نزلوا بطن وادي وأرادوا أن يطبخوا خبزهم أو طعامهم، فأتى هذا بعود وهذا بعود وهذا بعود، فأضاءت لهم نارا فطبخوا بها طعامهم وأكلوا خبزهم. قال: فهكذا أصحاب السيئات الصغائر، فإنه متى يأخذ الإنسان أو يقع في هذه الصغائر أو هذه المحقرات الذي يراها قليلة في عينه فإنها تهلكه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. هنا يبين النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المثل أن الإنسان لا يتهاون في أي معصية وفي أي ذنب، لا يقول هذه صغيرة، هذه ليست كبيرة، هذه أمرها هين، هذه أمرها سهل، هذه والله فيها خلاف أو كذا، وإنما يتجنب هذه الأمور ويتحرزها حتى لا يقع فيما هو أكبر منها. فكلما الإنسان تجنب صغائر الذنوب وابتعد عنها كلما نجا وحوفظ عليه أن لا يقع في الكبائر. وكذلك الذي يقع في الصغائر وتجتمع عليه هذه الصغائر فإنه يخاف عليه أن يقع في الكبائر، أو مثلا يكثر من هذه الصغائر فتكون ديدا له وبعد ذلك لا يستطيع الفكاك منها وتكون يوميا معه ولا تفارقه هذه الذنوب، فيخاف عليه أن تهلكه إذا اجتمعت عليه وكانت في ميزانه. ولذلك شبه النبي صلى الله عليه وسلم محقرات الذنوب بهذه العيدان الصغيرة التي جمعها هؤلاء الذين خرجوا في، كما يقال عندنا بالعامية، خرجوا في كشتة، خرجوا إلى متنزه في بر، وهم خارجون في هذا البر أرادوا أن يطبخوا طعامهم، فقال كل منهم: اذهب فليأتي لنا أحدكم بحطب بعيدان، فما وجدوا إلا عيدان صغيرة، كل واحد جاء بعود، هذا بعود وهذا بعود وهذا بعود، فلما اجتمعت هذه العيدان تحت القدر وأولعوها بالنار أضرمت نارا كبيرة ونفعتهم وطبخت لهم هذا الطبخ الذي أرادوا، ونضجت خبزتهم وأكلوها بسبب هذه النار التي قد ولعت بسبب عيدان قليلة صغيرة. فكذلك هذه الذنوب التي لا يراها الإنسان شيء إذا اجتمعت كما اجتمعت هذه العيدان الصغيرة تهلك هذا العبد، تحرق هذا العبد، تكون سببا في دخول العبد النار، نسأل الله أن يحفظنا وإياكم. فلذلك الإنسان يجتنب الصغائر ما ظهر منها وما بطن حتى لا يقع في شيء لا يحمد عقباه ولا يكون والعياذ بالله أن يدخل النار بسبب هذه المهلكات. ولذلك ابن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه كان يقول كلاما يعني عظيما له ميزان، يقول: لا كبيرة مع استغفار ولا صغيرة مع إصرار. يعني ماذا يقصد ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وارضاه؟ يقول: الكبائر إذا تاب الإنسان منها فإن الله سبحانه وتعالى يتوب عليه، والله سبحانه وتعالى يقبل توبة عبده وتمسح هذه الكبائر، فإن التائب من الذنب كما لا ذنب له. وقال: ينتبه أهل الصغائر الذين يفعلون صغائر الذنوب ولا يهتمون لها، بأنها إذا أصروا عليها وداوموا عليها فإن لا صغيرة مع إصرار، أي تنقلب إلى كبيرة، تنقلب إلى أمر لا يحمد عقباه، إلى أمر مهلك، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الذي مر معنا قبل ذلك أنها من المهلكات
أن هذه الصغائر إذا اجتمعت على العبد ولم يستغفر الله سبحانه وتعالى منها ولم يتوب منها أو لم يعمل من الصالحات والحسنات التي هي ماحية لهذه الذنوب ولهذه الصغائر، فإنه يخشى عليه أن تكون هذه في صحيفته وتكون بعد ذلك ندما عليها هذا العبد، لا يريدها بعد ذلك أن تقع منه ويندم على مثل وقوع هذه الذنوب في صحيفته. فعلى الإنسان أن يجدد التوبة دائما ويستغفر الله سبحانه وتعالى في كل صغيرة وفي كل كبيرة، حتى إذا لقي الله سبحانه وتعالى وإذا هو ليس عليه شيء من هذه الذنوب، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعافينا وإياكم من الذنوب ما ظهر منها وما بطن من صغائرها ومن كبائرها، ونخرج إلى فاصل يسير ونستكمل معكم بقية الحلقة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، عدنا إليكم ونستكمل معكم ما توقفنا عنده في الأمثال في الحديث النبوي. هذا حديث عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه عند ابن المبارك في الزهد وعند أحمد وغيرهما من أهل الحديث، أن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب أيضا مثلا لمن يعمل الحسنات ومن يعمل السيئات. قال: مثله الذي يعمل السيئات ثم يعمل بعدها الحسنات كمثل رجلين عليهما درع من حديد، وهذه الدرع شديدة الربط وشديدة الإحكام، وقد خنقت هؤلاء الرجلان أو هذان الرجلان خنقت هذه الدرع كلا هؤلاء الرجال. فإذا فعل الإنسان حسنات بعد السيئات انفكت هذه الحلقة، فكلما انفكت حلقة كلما فرج عنه وخفف عنه، وبعد ذلك تكون واسعة يستطيع أن لا تخنقه ولا تشد على جسده. فضرب النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المثل عظيم، بحيث أن الذنوب والسيئات تخنق العبد وتضيق عليه وتسبب له الضيق والهم والغموم، والحسنات عكس ذلك تسبب له الراحة والطمأنينة وانشراح الصدر، كمثل هذا الرجل أو هذان الرجلان الذين قد لبسوا درعا ضيقة شديدة الإحكام والغلق حتى وصل أنهم قد خنقتهم هذه الدرع، ف يريد أن يفكها ليتوسع ولكي يتنفس ويأخذ راحته. فشبه النبي صلى الله عليه وسلم هذا بصاحب الذنوب والسيئات، فإن يكون على نفسه الضيق والهم والغم وتكون حالته في ضنك، نسأل الله السلامة والعافية. وأما الذي يعمل الحسنات فإنه كلما عمل حسنة محت هذه السيئة، إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. فإن الإنسان كلما هم بسيئة فإن إذا فعلها فإنه يلحقها بحسنة فإنها تمحوها، كما جاء في الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم كما وصى أحد الصحابة: فإذا عملت سيئة فاتبعها حسنة تمحوها. ولذلك أي إنسان إذا صلى ركعتين واستغفر الله سبحانه وتعالى من ذنوبه فإن الله سبحانه وتعالى يغفر له. فالصلوات إلى الصلوات الخمس، وصيام رمضان إلى رمضان، والجمعة إلى الجمعة، والعمرة إلى العمرة، والحج إلى الحج، كل ذلك ما بينهما من هذه الأعمال، ما بينهم من هذه السنوات والأشهر تمحى وتمسح بسبب هذه الأعمال الطيبة. فكل ما يعمل الإنسان سيئة يتبعه حسنة يمسحه الله سبحانه وتعالى عنه. ولذلك شبه النبي صلى الله عليه وسلم الذي يعمل الحسنات الرجل الذي تنفك عنه حلقات هذا الدرع فيمشي مرتاح ويتنفس براحة وتكون حياته سهلة ميسرة. ولذلك الذين يكثرون من الحسنات ومن الطاعات تجدهم ولله الحمد منشرحين الصدر وإن كانوا فقراء، ولو كانوا ما عندهم شيء من رغد العيش ومن توسع العيش، ولكن حياتهم مطمئنة، حياتهم مستقرة، لأنهم قد ملؤوها بطاعة الله سبحانه وتعالى. على العكس بالآخرين
الذين قد تجد عندهم أموال كثيرة وتجد عندهم ما يريدون وما يطلب وما يطلبون، ولكن حياتهم عندهم ضيق في أنفسهم، عندهم كآبة، عندهم يعني أمور دائما في الدنيا تسبب لهم الضيق والهم والغم، كل ذلك بسبب القلب، لأن القلب لم يرتاح. لو ارتاح القلب لارتاح البدن. ولذلك الله سبحانه وتعالى يقول: ومن يعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، يعني ما يبتعد عن طاعة الله سبحانه وتعالى وعن أوامره، ويبتعد عن ما يحب الله سبحانه وتعالى ويقع فيما هو محرم وما يكره الله سبحانه وتعالى، فإن تكون حياته ضنك. والضنك قالوا تجمع بين الضيق والنكد والكآبة في العيش. ومن يعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى، قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. فلا بد على الإنسان ينتبه لهذه الأمور ويبتعد عن مثل هذه الأمور التي إذا وقع فيها يعلم أنه قد يعني أصاب حياته السواد وأصاب حياته الهم، ويرجع إلى الله سبحانه وتعالى، فإن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. وكما عرفنا أن الذي يتقي الله سبحانه وتعالى يجعل له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لتقواه والعمل بما يحب ويرضى. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.